اليوم نبدأ وياكم موضوع اللي هو أولى محاضرات الفصل عن communication skills. طبعا فتشي تعريفي هذه يسمونها ال WHO منظمة الصحة العالمية concept of seven star pharmacist. احنا مثل ما عندنا فندق بخمس نجوم، منظمة الصحة العالمية حطت concept سمته seven صيدلي بسبع نجوم seven star pharmacist، وبالتالي قالت يا بهاي شنو الأشياء اللي هي السبع صفات إذا توفرت بالصيدلاني راح يصير هذا صيدلي بسبع نجوم. فوحدة من عدهن اللي وحدة من هاي السبع صفات هي شنية؟ communicator، يعني عنده excellent، عنده good communication skills. البقية إذا تشوفوها يعني caregiver، decision maker، manager، lifelong learner، teacher، leader. طبعا انت ذني صحيح احنا الكوميونيكيتر هنا حاطين واحد من سبع صفات، لكن اذا تشوفوه هو في كثير من الاحيان بالحقيقه يدخل حتى في ذنيك البقيه. يعني انت ما تقدر تصير good teacher اذا ما عندك good communication skills، ما تقدر تصير good lead manager، good leader، good caregiver اذا ما عندك excellent communication skills. فهذه اول الاشياء اللي احنا نريد نقولها، انه الكوميونيكيشن سكيلز بالحقيقه شيء واحد من السكيلز الاساسيه اللي المفروض الصيدلاني يكتسبها. في رايي الخاص انه الكوميونيكيشن سكيلز وان كان هو يعتبر درس ثانوي، في رايي الخاص هو من اهم الدروس اذا مو اهمها بالنسبة للصيدلاني، لأنه بدون الكوميونيكيشن سكيلز كل هذه المعلومات اللي عندك أنت بالحقيقة ما راح توصلها إلى مستحقيها بالطريقة الصحيحة. هاي المسألة الأولى، وبالتالي الـ WHO تقديراً لأهمية هذا الموضوع حطته واحد من سبع صفات للفارماسي السيفن ستار فارماسيست. المسألة الأخرى، هاي قبل ما ندخل بالموضوع، المسألة الأخرى أنه many people feel that an effective communication is something you are born with. يعني كثير من الناس يعتقدون أنه هو هذا مسألة وراثية، يا أما هو good communicator لو bad communicator. لا، بالحقيقة الcommunication skills هو من اسمه مهارة can be learned، ممكن واحد يتعلمها وممكن أنه شنو يطورها، لكن ايش يحتاج لها شنو؟ براكتس. إذن هو شغلة مو مسألة موروثة، وإنما هي مهارة على حال بقية المهارات، الإنسان ممكن أن يكتسبها وممكن أنه شنو يطورها، لكن بالشنو؟ بالممارسة. لعد راح تقول انت لعد شكو تعطينا محاضرات، شنو فائدة المحاضرات؟ بالحقيقة هذا الكورس provide information، معلومات عن الكوميونيكيشن الثيوري. يعني هاي اكو نقاط احنا راح ننوه عنها، نقول لك يا بخليها في بالك بالكوميونيكيشن سكيلز وليش هي مهمه، ومثل ما قلنا انه لكن to be high for knowledge، لكن to be an effective communicator مثل ما قلنا هي required شنو؟ براكتس. وهذا شفتوا تعتقد بالكورس الاول بالعملي بالكذا، كنا نركز على اللغه اللي تحكون بيها، طريقه قعدتك، طريقه وقفتك، هذه كلها هي براكتس للكوميونيكيشن سكيلز. فاذا النقطه الاولى اللي اريد ننبه عنها بدايه هذا الكورس انه هذا الكوميونيكيشن سكيلز هو شيء اساسي بالنسبه للصيدلاني. المساله الاخرى هي مهارات تكتسب بالممارسه، هاي المساله الثانيه. المساله الثالثه بالحقيقه احنا وان كان الدرس درس اغلب يعني ربما باللغه الانجليزيه ومصادرنا عن باللغه الانجليزيه، لكن احنا راح شنو نراعي قدر الامكان الخصوصيه العراقيه للموضوع، خصوصيه العراقيه للموضوع، وبالتالي قدر الامكان ايضا راح ناتي بامثله عراقيه، لان هو هذا من اساسيات الكوميونيكيشن انه انت كوميونيكيت يعني ويا اكوردنج تو يور environment according to your
culture or population. أوكي يعني فلا تستغربون أنه نجيب أمثلة عراقية كذا كذا لأنه هو هذا من أساسيات تدريس الموضوع حسب رأي. إنزين هذا عندنا نانا هسه the principle and element of interpersonal communication. بالحقيقة أشوف هسه هذا الكيس اللي موجود إحنا من الريفرنس معلته يعني يقول لك 59 years old man with moderate hypertension enter to your pharmacy ولازم السيجار مات. هو ايش عنده بالاصل شنو هايبرتنشن؟ وتعرفون انه وحده من الادفايسز ان فارماكولوجيكال تريتمنت للهايبرتنشن انه شود ستوب شنو سموكينج. هو ما ملتزم بها. زين المساله الاخرى يو نو هي هاز بين تعرفه انت هي هاز بين تولد تو كويت سموكينج وانت قايل لي يا بقطع التدخين. هو شنو ما قاطع. He has also a long history of شنو not taking his medication correctly. يعني شنو عنده نان شنو نان أدهيرنس نان أدهيرنس بشقيها للمديكيشن وللنان فارماكولوجيكال تريتمنت. زين اجي هنا comes to pick a new prescription. جاي يريد ياخذ وصفة جديدة for his antibiotic for شنو urinary tract infection. اجي هنا انت تعرفه وقايل له اقطع التدخين وتعرفه يعني مدى يلتزم بأدويته واجى لذلك اجى شنو متردد وشنو ممبل يتمتم يعني هيك يسوي وطى الوصفة. زين he looked down that يابا هذا the doctor called in a new prescription for me. يابا الدكتور يعني هذا انا اريد هاي الوصفة بلك تعطيني هاي الوصفة مالتي مالت الانتيبايوتيك عندي urinary tract infection وبطريقك هاف شنو ريفول ما شنو هارت ميديكيشن يعني الادويه مالت الهايبرتنشن. اوكي هذا السيناريو الاول. السيناريو الاول انت شخص تعرفه وقايل له يابا عنده هايبرتنشن وقايل له اقطع التدخين. هو ما قاطع التدخين واجى عنده وصفه فور هاي فور urinary tract infection وقال لك بطريقك يعني هم اعطيني الادويه مالت الضغط مالتي. اوكي يعني هذا السيناريو. هذا مثل احنا تقريبا صورناه بهذه الطريقه جاي مستحيل كذا الكذا هذه الكلمات. اوكي يعني زين احنا بالحقيقه بالكوميونيكيشن اكو ماس كوميونيكيشن. يعني انت هذا رئيس جمهوريه ويجي يخطب بالشعب. اوكي هذا مو موضوعنا. وايضا عندنا سمول جروب كوميونيكيشن هذا بالعملي يعني مثلا ديسكشن وكذا وكذا. ايضا هذا مو موضوعنا الاساسي بهذا الكورس. ولا اللارج جروب كوميونيكيشن مثل هذه الليكتشر وان كان ان شاء الله في هذا راح ننطي ان شاء الله بالاخير هذا البرزنتيشن سكول وكذا. اوكي لكن موضوعنا الاساسي بالحقيقه فوكس اون شنو وان شنو تو وان انتربيرسونال كوميونيكيشن. يعني موضوعنا الاساسي احنا ما راح نحكي بصوره اساسيه بالكورس على الماس كوميونيكيشن ولا على السمول جروب ولا على اللارج جروب. يعني بصوره اساسيه موضوعنا الاساسي الانتربيرسونال كوميونيكيشن. انت الكوميونيكيشن مالتك ويا البيشنت بصوره اساسيه والكوميونيكيشن ربما ويا الفيزيشن او ويا زملائك او ويا الكذا يعني شخص لشخص. اوكي يعني زين بالانتربيرسونال كوميونيكيشن هو اسمه كوميونيكيشن تواصل. شنو شنو نريد نوصل؟ يعني اكو كوميونيكيشن عندنا شنو ان ويت شنو عندنا لازم شنو مسج. انا عندي فد فكره عندي فد شيء اريد اوصلها للمريض. هو المريض عنده فكره عنده فد ما يريد يوصلها الي هي مسج. اكيد لازم بالكوميونيكيشن لازم عندنا شنو مسج جنريتد اند ترانسميتد باي وان بيرسون سبسيكوينتلي ريسيف اند ترانسليتد باي ذا انذر. عندنا معلومه اريد اوصل لكم اياها انت راح تستقبلها. هذه هي فكره يعني الكوميونيكيشن. وما اريد احنا ندخل في تعريفه لان هو هيك يعني في شيء كومن سنس يعني ما يحتاج ندخل في تعريفه. زين فاذا ايش عندنا؟ عندنا بالخمسه اشياء. عندنا سيندر اللي هو اللي يرسل لنا هذا سيندوات المسج. المسج لمن راح تروح؟ لمن؟ للريسيفر. اوكي هاي الاساسيات. عندنا واحد سيندر سندوات مسج وعندنا واحد ريسيف يستقبل المسج. عندنا شنو فيدباك هسه راح نجي نحكي عليه. واحيانا قد توجد شنو باريرز تو ذا كوميونيكيشن. فاذا عندنا سندر وعندنا مسج وعندنا ريسيفر ونوبات فيدباك اكو
وعندنا احيانا يصير عندنا barrier to communication. هسه من اول سيندر هنا هذا رايمون مستر رايمون patient the sender transmit message اللي هو to another person. من هو هذا ال patient هنا صار هو السندر. المسج مثل ما قلنا قد تكون هي information okay معلومات كذا كذا هذا هيك شيء and which can be thought ومشاعر وكذا هي كلها احنا انا اريد اوصل لكم اياها اوكي انا اريد اوصل لك ضايج اريد اوصل لك فكره انا مكيف اريد اوصل لك معلومه انه بتعجل لنا الامتحان وهكذا هاي كلها information لكن هي can be transmitted both شنو verbally يعني بال by talking and شنو non-verbally بتعابير الوجه وبوقفته بحركته بالكذا اللي تعرفونه يلا هسه شنو what are the verbal and non-verbal message of Mr. Raymond according to the scenario previous scenario شنو هي ال verbal message شنو هي ال verbal message مالته يريد prescription for urinary tract infection وش يريد refill مالت ال anti-hypertensive medication زين شنو هي النون فيربال مسج اللي ترانسميتد نون فيربال ها امبارست خجلان مو هيجي ليش هو مستحي ليش مستحي ليش لانه شنو هو ديوتو شنو نون ادهيرنس يعني انت قايل لك قطع جاير هو ما قاطع قايل التزم بدواك ما ملتزم هذا لذلك تشوفه هو هيجي خجلان اوكي فهاي نون فيربالي ترانسميتد for that okay and the non-verbal component of communication is شنو important research found that شنو most of the message تقريبا 55 او الكذا transmitted through شنو non-verbal communication most of the message transmitted by what non-verbal زين لذلك هنا هذا most important thing in communication The most important thing in communication أن تسمع ما شنو لم يقال يعني شنو يشير إلى يا فكرة هذا لا شنو نان فيربا زين وعندنا الريسيفر اللي هو من هو بهالحالة من هو أنا أول الصيدلان اللي ريسيف ذا مسج وإن ريسيفينج مثل ما قلنا مسج يو بروبابلي كونسيدرد بوث شنو فيربال أند شنو نان فيربال يعني انت قاعد بالامتحان وده تشوف لك طالب هيك مسوي حاط القلم بحلقه ويسوي هيك هذا شنو الطالب يعني شنو اوكي مسيطر يعني على الاسئله لو ده يمتحن يعني شنو انا اوكي ده يدور هاي او شوك هذا انصدم من شاف الدرجه مالته يعني هيك شيء اوكي يعني مو حرج او صار برا وهكذا يعني هاي احنا نقراها شنو نان فيربال زين وايضا بالحقيقه الفيدباك بالفيدباك شنو الفيدباك the receiver communicate back to the sender their understanding of the شنو message يعني هسه من اجانا هو يريد الوصفه او يريد يشرح لها بالاخير انا ايش اقول له زين هسه تريدني انطيك يعني الوصفه هاي مالتك الجديده مال التهابات المجاري البوليه وتريد اعطيك الادويه مالت الضغط مو هيك اي هاي خلاص انا هذا اللي عندي فهاي شنو هي كوميونيكيت انا شنو باك اور اندرستاندينج انا شفتهمت من عندك زين عمو هسه انت تريد هسه اللي افتهمته من عندك انه انت عندك اسهال وصار لاسبوع وخذت له ادويه وما عندك وما فادتك وعندك تقيؤ ومسخن ريكوايرد وات اوكي عندك غير شيء بعد لا اوكي هذا اذا اني ارجع له شنو الاندرستاندينج اوف ذا المسج الفيدباك قد يكون سمبل يعني مو الا بالحكي هسه لما واحد بده يحكي وياي زين اوكي لما اقول له هيك يعني هذا شنو من اقول له هيك يعني شنو يعني ها اوكي يعني انا وياك جاي اسمعك انا منتبه لك اوكي يعني انا جاي افتهمك واضح هيك وقد يكون مثل ما قلنا بالشنو ريبيتينج الانفورميشن حكي واضح يعني زين في احيان كثيره
بالحقيقة إحنا الفيدباك هذا كلش مهم. الفيدباك مطلوب من عندنا بالحالتين. بالحالتين لما أنت تكون ريسيفر، هذا المثال اللي أنا حكيته ديك الساعة زين، هسه اللي افتهمته من عندك عمو أنه أنت عندك إسهال، الإسهال صار لأسبوع، أخذت له دواء وما فاد، وعندك وياها سخونة وتقيؤ، مو أكو غير شيء، هذا شنو تراني اللي افتهمته من حكيه، صح لو مو صح؟ زين أنا لما أجي أنطي إيجوكيشن على مثلا التحضير مالت الأورال ريهايدريشن سوليوشن، هذا تحط تاخذ من عنده تحله بلتر ما ينفور ومبرد وتضمه بالثلاجه لمده ساعه 24 ساعه وتطي مثلا هذا قلاص بعد كل نوبه اسهال وكذا وكذا، انا انطيته مسج لازم هم شنو اسوي؟ اشيك اطلب من المريض شنو فيدباك حتى اشوف شنو فهمه لي شنو لمعلوماتي. زين عمو هسه بس شوفني شلون راح شنو تستخدم هذا الدواء، شلون راح تستخدم هذا المحلول إرواء الفمو. فإذا إحنا الفيدباك مرتين عندنا به، فهمنا لما حكى المريض، وثانيا نشيك فهم المريض لما إحنا انطيناه من معلومات، خلينا نشوف هل المسج ترانسميتد يعني correctly or understood correctly or not. واضح؟ زين. فهنا بالحقيقة مثل ما قلنا many times، لأنه we rely on our assumption that we understand each other and the feedback is not necessary. لأنه هاي المشكلة في أحيان كثيرة نفترض أنه أنا افتهمت المطلوب كامل وأفته وأفرض أنه المريض افتهم الشيء الكامل من عندي، وبالتالي قد أهمل الفيدباك ويعرضنا إلى مشاكل هواية. زين. To become effective and efficient communication, we must include feedback in our interaction with others. Okay, يعني we must include the feedback بجانبيه as a receiver and as a sender. واضح؟ زين. بالحقيقة هي العملية هي مو هيك بهالانفصال، هو يدز لي معلومة هو ريسيفر وأنا سندر، وبعدين أنا أدز لي معلومة أنا سندر وهي ريسيفر، وإنما هي بالحقيقة في نفس الوقت هي شنو شنو متداخلة في وقت في نفس الشيء. يعني هو من دا يحكي وياي دا يحكي وياي هو كسندر، بس دا يباوع على حركات النانفيربال وأسوي لك كذا، وهذا أنا هم أنا جاي أنطيه مسج نانفيربالي وكذا، فهي العملية بالحقيقة متداخلة شيء مع شيء يعني بنفس الوقت. زين. البارير مثل ايش يعني عندنا barriers affect الكوميونيكيشن؟ مثل ايش يعني عندنا barriers؟ هذا مثلا مو صوت مثلا مال مولد ذاكو قريبه مو هيجي، او صوت مال ماطورات هسه هذا الماطور يفوت وكذا، هذا ما تقدر تحكي، صح لو مو صح؟ هذا ممكن barrier to communication بالصوت. انت هنا هاي صوره من عياده شعبيه، شو انت تيجي تحكي ويا مريض بهالاجواء هذه؟ ومو بس هذه هي البارير هنا، مو بس هذا يعني كراودد وكذا هذا شيء، وانما اكو فيزيكال بارير. انت اذا تجي هنا اكو شباك وبالشباك حاطين لهم فتحه هيك جامه، والمريض يدنج راسه ولهذا صيد يحكي يمد ايده وكذا، هذا هم يعني اكو بارير. شلون يصير كوميونيكيشن بينك وبينه وما موجود هذا الحاجز اللي في تصميم الاستشاريه والصيدليات وكذا وكذا. This is prevent effective بالحقيقة communication. أو هذا barrier to communication، لو مو barrier to communication يعني أنت إذا جد لقيت الصيدلاني هيك مسوي وكذا وهذا هيك شيء حتى تحكي وياه ما تسمع ما يسمعك أو كذا، barrier communication. زين هذه أوكي، يعني هذا هيك بس مقدمات sender و receiver. الأهم شيء بالحقيقة من اللي ذكرنا هو providing the feedback. زين دعنا يقول words and their context. In general, individual assign a meaning to the verbal and non-verbal message based on their past experience and the previous definition of this verbal and non-verbal. If two persons don't share the same definition or past experience, misunderstanding ممكن يصير. زين. هسه يا شو اسمك؟ شو اسمك؟ ها؟ تعال حسن، تعال يا حسن ونانا. هسه يجيك مثلا واحد هنا هسه حسن، تعال تعال نانا قدم، يجي بعد نانا يسوى له هسه ايش يسوى له؟
شو يسوي له انت هسه انا؟ هذا شو يسوي له؟ ما يقدر هسه احنا قدام هذا ما يقدر، بس لو برا هذا شو يسوي له؟ يبسطه. مو استريح استريح زين؟ ثاني حاجه هذا شنو هذا هسه شوفه سعيده؟ حابين نعرفكم على اسرار السودان. يلا اول شيء الكف هذا شنو اللي هسه انا سويت لك اياه؟ السلام شنو؟ سوداني. اوكي عيني هذا السلام بالسودان. فانت هذا بعدين هم نسوي. حابين نعرفكم على اسرار السودان. يلا اول شيء الكف كذا. فانا هسه سلمت ترى عليك انا بس بالسودان. اوكي عيني؟ فالقصد انه هذا زين؟ فالقصد انه ال هذا قلنا حسب الكالتشر حسب الاكسبيرينس. فاحنا اذا ما نشترك بهذه الاشياء ربما راح يصير شنو عندنا شنو مس اندرستاندينج. اوكي يعني دكتور احنا سلام يقصد الكتب. اكو واحد يطق هيك واكو واحد يسوي لك اكو سعودي ينخشب بخشم هيك. اوكي يعني موجوده هم انا رتع خليك بس هذا شويه مات السوداني شويه بعد اقوى يعني. اوكي يعني فتختلف زين. احنا هنا احنا طبعا حتى هنا احنا كان حاطيكم مثلا فوتبول بامريكا تعني هاي الفوتبول، باوروبا وغيرها احنا تعنينا هاي الفوتبول. اوكي بس طبعا هذا هو الاصل زين. زين اوكي يعني مثل ما قلنا هي بالحقيقه حتى بالهيلث كير نفس المشكله تصير عندنا لما احنا نستخدم شنو ميديكال شنو تيرمينولوجي ذات ماي هاف ديفرنت اور احيانا شنو نو مينينج تو اور بيشنت. مثل ما هذا ذا انتيبايوتيك ويل بي ار افكتيف اف تيكين شنو اون امتي ستومك. تذكرون هذا المثال ضربناه وايه قلنا له يا ابو هذا اخذه على معده فارغه هسه هو معدته فارغه ما متغدي ولا هذا اخذه ورا 10 دقائق اكل هذا صار على امتي ستومك لا وإنما الأمتي ستومك هي مثل ما قلنا مثلا ساعة قبل الأكل أو ساعتين بعد الأكل وكذا. فأنت من قلت له معدة فارغة هذا استخدمت مصطلح هو المريض ما يفهمه يمه. هذا مثال حقيقي شوفوا احنا قلنا أنا عراقية راح نعرقنها يمه شنو الفرق بين ذني الأوبرتين هذا قدامي صارت هاي الحجية تسأل هذا سيفو تاكسيم وهذا سيفو ترايك زون قلت له يمه شنو الفرق بين ذني الأوبرتين قالها حجية اثنين هم خالة اثنين هم من الشنو من الجيل الثالث اثنين هم ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين لا تخافين يوم ماكو شيء. اوكي يعني فهذا ميديكال تيرمينولوجي نو مينينج تو ذا بيشنت شنو من الجيل الثالث. اوكي يعني خال هذا الماء يجعل الادرار شنو قلويا زين يوم ما هي الحبايه تبلعيها مثل ما هي لا تكسريها ليش لان هالحبايه مغلفه شنو معويا زين ما هي يعني هذه مصطلحات يستخدمها الصيدلاني ويا المرضى بالحقيقه. نفس الشيء المساله معكوسه هي مو بس احنا نوبات نستخدم مصطلحات المريض ما يفهمها وانما مطلوب من عندنا ان نفهم المصطلحات اللي يستخدمها المريض. يعني احنا هنا مثلا هاي المريض يسميها كبسولة المريض في باله كل هيك شكل على انه كبسول فقال لك يا بطيني هاي الكبسوله البيضة يا بالكبسوله بيضة تدور كبسوله بيضة ماكو كبسوله عمي ماكو كبسوله بيضة ما الضغط ما عندنا هاي طلعت هي شنيه حبايه. فالمريض فهاي خليها في بالك المصطلح اللي يستخدمه المريض قد ما يكون هو نفس المصطلح اللي في بالك ونبات يحطوا لها وياها كبسوله شنو حجريه صارت هاي هم كبسوله حجريه هي حبايه على شكل كبسوله فهذا اللي ممكن انه تخليها في بالك. اوكي ممكن هذا يجيك يريد لك الحبايه الزرقاء مال المعده حبايه زرقاء مال المعده زين حبايه زرقاء مال المعده انا اعرف هذا اللون الازرق زين هذا اللون الازرق هذا اللون الازرق بس ما عندنا وحده زرقاء يطلع هو شنو وش يريد من عندها خضره. اكو ناس يسمون الاخضر شنو ازرق واكو حتى باللغه العربيه موجود الاخضر شي يسموه اسود احنا العراق شي يسمونه ارض شنو الخضار لو ارض السواد ارض السواد ليش
يعني هو أخضر يسمونه شنو؟ أسود. راح تتبدل كل المفاهيم السابقة يعني اللي كنا مالها. أوكي يعني؟ فهذا هنا زين. الطين السبيل. جاء يريد الطين السبيل. يا بس شنو السبيل؟ هاي صيدلانية قضيتها محاضرات وتقرأ إنهيلر وميتر دوز إنهيلر وأكتويتر وكذا. جاء واحد يقول الطين السبيل مال الربو. يا بس والله ما دارسين إحنا ما عندنا دوزج فورم اسمه شنو؟ سبيل. إيش يقصد به هو شنو؟ الإنهيلر ميتر دوز إنهيلر. فهذه المصطلحات اللي شوف هذه هنا آية نفسها يعني نقولكم يا أخوان التقطوا هذه المسائل من تشوفها قدامك بالفيسبوك والكذا والكذا. انظر ما وراء البوست. لا تقرأ هيجي. استخرج من عنده فكرة. استخرج من عنده معلومة. أنا بس من أشوف هذا الزميل قرأ وإجي هنا واحد رادت حبوب ماديدان انطيتهم حبوب ماديدان. اشتركت امرأة كبيرة بالحديث وقالت الحجية شو تسوي خالة بالحب مال الديدان؟ المراجع قال لي احد اطفالي حجية خالة لا تاخذ دواء وصي امه تنطي جفت جفت. المراجع هم المراجع هم ما يعرف زين خالة شنو جفت؟ الحجية خالة هذا موجود بكل مكان هو جفت يا محمود ايش بيك انت؟ زين المراجع زين دكتور شنو جفت؟ شنو جفت انت صيدلاني؟ زين المتكلم يعني الصيدلاني والله يا ابا انا هم بصراحة ما عندي معلومة عنه. وبعد ان اجريت استطلاع على كذا تبين ان مادة عندها استخدامات ولازم الصيدلي يعرف الكذا. طبعا انا هم دورت عليها جفت هو بقايا زين واحدة من اللي طلع لي عمنا جوجل هذا طلع ها؟ يعني بقايا الظاهر يعني بكشور رمانة وكشور الكذا وكشور البقايا اللي هذا بعد استخراج اللي من عنده. فشوف هذه المواضيع شلون انت من الممكن انه تتعرض لها بحياتك العملية. طبعا احنا هنا لابد ان نشير لذلك دكتور عبد السلام عنده كتاب طبعا موجود ان شاء الله في اليوم استضيفه يعني رجال مهتم بهاي المسائل دكتور اللي عنده مركز التدريب والتطوير بوزارة الصحة ومهتم بالكوميونيكيشن وعنده مؤلفات عنه. واحد من عدهن هو فن الحوار الطبي. لما ألف فن الحوار الطبي ما أغفل هاي المشكلة وكتب تتذكرون هاي نزلتها أكثر من مرة المصطلحات اللي يستخدمها المرضى للتعبير عن المرض والكذا معناته. فخلى شابتر كامل بهذا وبالحقيقة أنا في رأيي هو هذا أهم فصول الكتاب وثق به هذه المعلومات اللي عنها. البارحة كانت هناك لذلك هذا سوينا لكم إياها راح نحلهن اليوم هنا. فشنو هاي كل المصطلحات التالية مصطلحات لحالات تصيب العين ما عدا شنو؟ دابوح وين يصير؟ بالإصبع. شوف أنا يقول بالحلق. زين بالإصبع الإصبع يصير به شنو؟ دبوح. أوكي يعني؟ فإذا واحد قال لك عندي دبوح أنت تباش وما بيك شيء ويطلع برجلته. أوكي يعني؟ الدقن الذقن الكذا هذا الجنيجل الجذي يعني قذا هي قذا هو بالعربي الفصيح ترى اغلبها كلمات فصيحه يقول لك عين الجذي هي تقذي قذا صبرت وفي العين قذا وهي كلمات اصلها فصيح زين حدق دقن مع كلمه قبل الفصيح يعني بالحقيقه سومريه يمكن على كل حال. وهكذا مصطلح يستخدمه للدلاله عندنا انا وهكذا ومصطلح للدلالة على تقيؤ من دون استفراغ قلنا له من البارحة ويتهوع هي الكلمة يعني يتهوع قال لك والله هذا يتهوع يتهوع يعني شنو يعني بس يجي بدون ما يطلع من عنده كلام هاي مبينه. أوكي يعني فهذا إحنا إن شاء الله السلام عليكم. فإذا الملخص اللي حكيناه يعني بالبارت الأول من المحاضرة هو يعني الشيء الأساسي يعني ربما كان يعني مثلا providing feedback على مود prevent misunderstanding صح لو مو صح أو تشيك الفيدباك الفهم مالتك. أيضا ركزنا على موضوع أنه استخدام اللغة الواضحة والبسيطة وفي تعاملنا مع المرض. شوف هذه الكيس A nine-month-old baby is admitted to the hospital with severe infection.
The pharmacist spoke with the mother upon admission and learned that about 1 week, yeah, but it's shown it is far in the about 1 week ago, her son had developed minor bacterial infection. فشيء بسيط يعني. And received antibiotic, which she gave him for 4 days until the infection appeared to be clear. When asked why she stopped the antibiotic, زين ليش وقفتيها؟ باني بس شوية صار زين وقفتها. ليش وقفتيها؟ لأنه بالنسبة إلي قالت لي just following the direction on the prescription label. قالت لي باني على اللي كاتبين عليه. أول الأشياء إحنا نوبات يعني بالحقيقة قد أكو أشياء بعض الأشياء وين كانت هي خارج الموضوع ربما لكن تستحق أن نقف عليها يعني خارج الموضوع. إحنا هنا عادة نشخبط هيك شيء يعني الانستراكشن ننطيها 3 مرات بعد الأكل لكن المصطلح اللي هي استخدمته شنو prescription شنو label. هذا بالحقيقة في العالم ماكو هيك شيء مثلنا اللي شخبط هيك بالقلم 3 مرات باليوم وانما الانستراكشن وغيرها يحط تنطبع وتلزق على الدول يسموها prescription label بها هواية معلومات بها حتى تاريخ صرف الوصفة بها اسم الصيدلية بها اسم المريض لان هذا الدولي هذا المريض وبها الدايركشن مثلا twice daily for 10 days بها التعليمات هذا مرتين باليوم لمدة 10 أيام until all the كذا كذا وحتى الدواء والاكسباير ديت لحد يا يوم تقدر يعني يحتفظون به فهاي سموها prescription ليبل احنا هواي صراحه تشوفون ان شاء الله بالعملي نحكي على الليبلينج وما ادفايسري ليبل وغيره هنا انا ايش كاتب لها بالبريسكريبشن ليبل تيك 1/2 تيسبون فول 3 تايمز ا داي فور انفكشن انتل شنو اول جون يا با يعني خلينا نقول احنا نقربها شويه لغتنا قال يا با هذا الكبسول الشراب تاخذونه كل 8 ساعات 3 مرات باليوم الى ان تخلص زين من تخلص الشيشه لو تخلص الاعراض لو تخلص شنو اللي كذا مالاته هنا انا صار المس اندرستاندينج ذا مادر ستيتد ذات هي جيف ذا ميديكيشن انتل ذا شنو الانفكشن يعني قالها يا بستخدمين الآن تخلص هي افتهم قصده هو قصده انه تخلص هاي الشيشة كلها هي افتهمتها الآن تخلص العدوى مالتها وبالتالي بس يوم يومين صار زين وقفت الانتيبايتكس عنه وبالتالي هنا the intended message that the antibiotic should be given until all the liquid الآن يخلص كل الليكويد ولكن اللي هو عادة 14 يوم بينما she stopped giving the antibiotic و super infection developed and the baby was hospitalized okay فصار هنا قلنا misunderstanding بالمسج طبعا احنا قلنا هذا كلها لهسه نجي نحكي عليها شلون نحلها بالفيدباك وبكلير لانجوج مساله الاخرى عندنا قبل ما نرجع على ذيك الكيس وغيرها اكو موضوع الكونغرس حكينا احنا قلنا بالحقيقه المسج ترانسميتد بوث فيربالي اند نون فيربالي وقلنا بالحقيقة هو the most of the message transmitted what non-verbal. هنا أنا لازم أكو congruence between the verbal and non-verbal. يعني لازم أكو تطابق أكو انسجام ما بين اللي تقوله وما بين ال non-verbal message اللي أنت جاي تنطيها. وإلا شنو؟ يا المسج اللي عادة اللي توصل أكثر ربما هي مثل ما قلنا ال non-verbal. زين شوف هذا هنا أنا. أريد هذا جاي وجهه أحمر وأجيتيتد ورأي شايل إيده هيجي وبعدين يقول لي يا بشبيك صاير عصبي وش قال لا أنا مو عصبي أوكي يعني هذا يجي هنا يا ب I am not angry I am just here to ask about the prescription لا بس الوصفة بس أنا جاي على مود أكو غلطة بالوصفة زين تشبيك عصبي لا أنا ما عصبي بس جاي على مود أكو غلطة بالوصفة زين هسه هذا يحكي هيجي أنا ما جاي عصبي بس على مود أكو غلطة بالوصفة أكو congruence لو ماكو incongruence ماكو توافق بين الverbal والnonverbal زين هسه ما جاي عصبي هذا ما جاي ما ضايق ما أكو يعني يا هي اللي transmitted
الفيربالي لو النان فيربالي جاي طبطب على هذا ومن هنا ويرفع ايده لا انا ما كذا، اذا هي شنو؟ اكو انكونجرنس ما بين الفيربال والنان فيربال، وقلنا هي بالاساس بالحقيقه النان فيربال هي اللي تسود وهي اللي ترانسميتد. زين اجى هذا الاخ اجى لهذا يريد فد حبوب مهدئ وبعدين قام يبكي، يا ايش فيك؟ ماكو شيء؟ لا اي ام اوكي ات از نوثينج ات، ما لا لا ماكو شيء، لا ماكو شيء طين يا زين استلم النتيجه ما تمال هذا ماكو شيء، لا ماكو شيء يعني ايش بيكم شو دمعتوا اوكي يعني. فاذا يا هي هسه هذا اللي هسه الحكي الفيربال ولا الفيربال؟ اكيد ان الفيربال مسج هي اللي يلا هسه انت انا بالي وياك احكي احكي انا وياك ها عمو شو تريد انا وياك وياك هذا الصيدلاني يقول له للمريض تفضل حج ايش عندك انا وياك، هذا وياك فيربالي، لكن نان فيربالي داير وجهه ويصفط بالادويه ويصفط الكذا ينطي مسج انه انا ما بي انتيشن فور يو، هذا بالتالي هي اكو انكونجرنس عدم تطابق وما بين الفيربال والنان فيربال مسج، وقلنا مثل ما قلنا بالحقيقه اللي ترانسميتد هي النان فيربال مسج. Preventing misunderstanding. فحتى هذا لا يصير هذا عندنا misunderstanding اللي ده نحكي عليه كله يا بي إلى أن تخلص إلى أن تخلص وإلى أن كذا شغلتين شون نمنع إحنا misunderstanding؟ يلا أنا شون نمنع misunderstanding اللي صار مثل ديش ساعة بديك الوصفة واللي ها يعني ها ممكن، بس الأساسي أنه نستخدم شنو لغة واضحة غير قابلة للتأويل. زين أنا أسألكم سؤال، يعني مثلا تقول له هذا مرة باليوم بعد الأكل، هذا مرة باليوم بعد الأكل، شنو الاحتمالية؟ حكوا احتمالين، مرة واحدة يوميا وش وقت يأخذها؟ وأكو احتمال مرة واحدة باليوم بعد الأكل، يعني مرة بعد شنو؟ كل وجبة، صح لا مو صح؟ هذا ممكن أنت تقول له مرة باليوم بعد الأكل، يعني هذا راح يأكو ممكن أن تتفسر إلى أنه بعد الأكل بعد كل وجبة، وممكن أن يفسر مرة واحدة يوميا فقط وهاي المرة ممكن يأخذها بعد الأكل. فإحنا هنا هذا ممكن أنه المسج لا تكون هيك حمالة أوجه تتقبل كذا وتتقبل كذا، لازم أنه كلير قدر الإمكان، هذا تنطيها كلير. وبعد شنو؟ شلون نشيك ونمنع المسندرستاندينج؟ قلنا ايش نطلب؟ الفيدباك. اذا بروفايدنج او اسكينج اباوت شنو الفيدباك. زين هسه عمو بس فهمني بس شوفني شلون راح تستخدم ادويتك. اوكي هنا انا راح يقول لك يابا انا كذا كذا، فتشوف هل هي المسج. فاذا هذا مثل هنا أنا ممكن تقولها يابا 3 تايمز ا داي انتل شنو هنا ذا ميديكيشن الى ان تخلص الشيشه ما تدوى. فبالتالي لاحظت ما تقولها الى ان تخلص من هي تخلص الانفكشن او تخلص الانتي بايوتيك. اوكي يعني زين مثل ما قلنا الشغله الثانيه هو بروفايدنج فيدباك. بروفايدنج فيدباك ماي الفيت المس اندرستاندينج. شوف هذا هم هنا كيس 3 هم نفس الشيء. هاو هارمفول اف نوت وي اسك اباوت فيدباك from the patient and how they intend to take their medication. هسه هذا مثال اخر. وهاي كيس ريال كيسز، هاي ريال كيسز. الكتاب من يذكرها يقول هذه ريال كيسز. A patient being seen in anticoagulation clinic. هذا مثل ما ديش حكينا الليبل، قلنا الليبل يا اخوان هي مو هاي الشخابيط مالتنا وانما اكو printed وكذا هذا يجي على المديكيشنز بها التفاصيل. ايضا عندنا مصطلح اخر شنو anticoagulation شنو كلينكس. اكو بالعالم موجوده هاي عيادات خاصه للانتيكوجيليشن كلينك، لانه او اكو عيادات للهايبرتنشن كلينك، عيادات ديسليبيديميا كلينك، ايدز كلينك، بين كلينك. اوكي اي تخصصات، وفي كثير من عندها بالحقيقه this is managed by pharmacist. Pharmacist هذا متخصص بالانتيكوجيليشن بالانتيكوجيلانت، لانه الانتيكوجيلانت بالحقيقه اولا كريتيكال دراجز وبحر واسع ايضا هاي مالت
الانتراكشن وغير الانتراكشن، دراج 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 فود انتراكشن، وهواية بها مشاكل. لذلك الآن هسه واحدة من التخصصات اللي راح تستحدث إن شاء الله بالصيدلة السريرية بعد البرنامج أنه تخصص بالأنتيكواجيلنت وبيها كلش هذه إجمالاته، وأكو تخصص مثلا بالإمرجنسي ميديسين، وأكو تخصص بالأونكولوجي وبالكذا دمارات. اوكي زين. فهنا هسه المهم هذا البيشنت سي ان انتي كواجيليشن منشن ذا فارماسيست ذات هي هاد ديفلوب سيفيرال بروسز اون هيز هاند اند ليج. اجانا المريض هذا بروسينج وهو ياخذ انتي كواجيليانت، هذا معناته انديكيت وات صاير عنده شنو؟ بليدنج، صاير عنده هذا بليدنج. فاحنا لما البيشنت ياخذ وارفارين وده يصير عنده بليدنج شنو تشيك له؟ شنو تشيك له؟ الاي ان ار. تعرفون هالاي ان ار؟ اي ان ار مثل ما عندنا مثلا الضغط المفروض اهل جيت مثلا الجلوكوز المفروض هل جيت زين، انا من انطي وارفارين شنو المقياس؟ المقياس مالتي الاي ان ار. جو مثلا اريده بين الاثنين والثلاثه، جو الاثنين يعني معناتها الدواء ما يشتغل او يراد له بعد دوز اعلى، فوق الثلاثه مثلا الدوز هذا عالي اريد اقلله. فكل انديكيشن الى تارجت INR. فالاي ان ار هذا تو مونيتور يعني ريسبونس تو ذا ميديكيشن. فانا جي قاسها اوكي ذا فارماسيست اسك الاي ان ار مثلا اللي ايش قد طلع عند المريض؟ طلع 6. وهو ايش قد المفروض التارجت؟ بين 2 و3. زين فارماسيست يعني شنو انا؟ يا بغيرت شنو؟ الاكل لايف ستايل. ليش؟ لان احنا قلنا هذا بالحقيقه الدايت وغير الدايت ممكن هوايه تغير، اور دراج ريجيمين يعني بتغير الادويه كذا عليك. زين هذول مثلا هو عنده صمام، لنفترض عنده صمام، هذا الصمام هذا مثلا مال القلب، هذول اذا يصير عنده كلوت فيطوهم مثلا وارفرين طول العمر. اوكي فيجي هنا المريض هذا لبروسك. The patient said no. لا انا ما كل شيء ما مبدل، لكن but that he was given another medication بس انطوني دواء جديد during his last visit to the clinic. The pharmacist then went back to the patient شنو؟ record. هسه ديك الساعة حكينا ليبل، بعدين anticoagulation clinic، وهسه عندنا شنو؟ الريكورد. بالعالم البيشنت عنده شنو؟ ريكورد، الكترونيك ريكورد بالهيستوري مالته. واحيانا هذا يعني بي 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 حسب الرقم الوطني مالته. يعني انت هذا لما راح للطوارئ كذا، هذا حاله طارئ وكذا، هذا هيك مغمى عليه، بس بالمستشفى شاف الرقم الوطني مالته، دخله بالجهاز يطلع له الهيستوري مالته من ناحيه اللي يعني شنو الامراض اللي عنده، شنو الادويه اللي عنده، شنو التحاليل، شنو الكذا شنو الكذا. والا احنا ما يصير احنا هذا يروح للطبيب هذا ما يدري ذاك اللي قبله شمنطي، ما يدري ذاش ماخذ من الصيدليه، ما يدري كذا، وتصير المشاكل اللي تصير عند المريض من ناحيه الادويه والكذا. بالعالم موجود شيء بسيط، وهذا بالحقيقة كلين يسمونه patient medication record PMR. okay notice that the patient had been كان يستخدم أبو 4 ملغرام daily but his dose was reduced قللوها to 3 ملغرام during the last visit. يا بما شاف الريكورد مالته هذا كان يأخذ أبو 4 والطبيب حوله على أبو 3 هذا مثلا أبو الكذا. شنو الشيء اللي هنا بالأدوية هنا شنو؟ أبو 4، أبو 1، أبو 3، أبو 5، شنو أشكالهن شنو؟ مختلفة وألوانهن مختلفة. هنا الفارماسيست قال هنا شيء اكو عرف اكو مشكلة، أفشي did you stop taking the 4 ملغرام تابلت؟ أنت من هذا نزلوك على أبو 3، عرفت ذاك أحد قال لك اقطع ذاك الدواء؟ طلع لا، وإنما المريض no nobody told me so I have been following instruction and taking شنو both tablet، وبالتالي patient taking 7 milligram tablet. okay وبالتالي صار عنده شنو bleeding. طبعا هاي يصير duplication بالتريتمنت. والبارحة اللي كان حاضر للمؤتمر وللكذا دكتور حيدر جوادي أيضا ذكر أمثلة، يأخذ أتورفاستاتين أبو 40 وراح على طبيب كاتب له أتورفاستاتين أبو 10 وأشكال مختلفة، ده يأخذ اثنيناته كلوبيدو غريل مال هاي الشركة وكلوبيدو غريل مال هاي الشركة، وبالتالي أيضا صاير دوبليكيشن بالتريتمنت مثل ما هذا أنا صاير عندي. زين
a statement or a question that elicits feedback. هسه احنا قلنا يمكن من كل هذا اللي بدنا نحكي عليه كله using simple language و asking for a feedback. زين هنا أنا شنو اللي الطريقة احنا هنا شنو العبارة اللي نستخدمها؟ شنو العبارة اللي نستخدمها؟ شوف يعني حتى هذا هنا أحد الملوك حلم أنه سنونه شبيهة وقعت، سنونه كلها وقعت مو هيك؟ فأجي قال تعالوا يا المفسرين تعالوا فسروا لي هذا الحلم. هذا يا اللي يجي قال له أهلك راح يموتون، قرايبك راح يموتون، أنت شو يا فسر لي يا حسن شنو تفسير الحلم؟ قرايبك راح يموتون، ذبوه بالسجن. تعال أنت يا حيدر شنو تفسيرك للحلم؟ والله دكتور والله يا سيدي هذا راح يموت، أنت راح قرايبك راح يموتون، ذبوه بالسجن. يجي على أخير واحد قال له فسر لي الحلم، قال له الله راح يطول عمرك بحيث تبقى آخر واحد من عائلتك. قال له المعنى واحد بس أنت أحسن من عندهم بالتعبير، معنى واحد وهم نفس الشيء، يعني أنت الله راح يطول عمرك راح تبقى آخر واحد بعائلتك، يعني قرايبك كلهم راح يموتون قدامك، أهلك وكذا هذه. قال له المعنى واحد بس أنت أحسن منهم بالتعبير. أوكي فهنا نعم نفس الشيء. هسا إحنا شوف حتى هاي العبارة اللي نسأل بيها عن providing a feedback، أكو واحد يقول يلا عم هسا شوفنا الأدوية شلون تستعملها خلنا نشوفك، افتهمت لو ما افتهمت؟ يلا عم هسا بس شوفني شلون راح تستخدم أدويتك خلنا نشوفك افتهمت لو ما افتهمت لك شنو ما افتهم أنا. أوكي يعني بينما شوف هي شنو هي العبارة اللي يحطها الكتاب، هسا عمو بس شوفني شلون تستخدم أدويتك أخاف نسيت شيء ما قلت لك إياه. المعنى شنو؟ المعنى شنو؟ واحد. هسا بس شوفني أنا هم أريد أشوف افتهم لو ما افتهم، بس ما أقول له يعني خلنا أشوفك افتهمت لو ما افتهمت. أوكي هسا بس شوفني شلون راح تستخدم أدويتك أخاف نسيت أني نسيت شيء ما قلت لك إياه. فهاي هسا بالعمل إن شاء الله كل بيشنت إدوكيشن كل هذا بالنهاية شو تقول له؟ لا عمو شوفني شو تستخدم أدويتك شنو؟ أخاف نسيت شيء شنو؟ ما قلت لك إياه. أوكي يعني زين هاي الستيتمنت. شوف هسا هذه هم كيس أخرى كلها هم ريال كيس تشوفنا شلون يصير عندنا من الممكن أنه يصير عندنا المس understanding. هنا أنا patient returned to the pharmacy complaining of the side effect apparently by his medication. The patient شنو؟ record. شنو patient record؟ هذا الإلكترونيك record مالت كل patient بتفاصيل المريض الصحية. أوكي كذا هذا الشيء اللي مالت. He was given 30 nitroglycerin شنو؟ patch. منطي patch. Both the pharmacist and the physician is قال ليش تستخدم من عندها؟ apply شنو؟ One daily nitroglycerin patch. اجى المريض قال له يا بخلي يومية لزقة. اجى المريض شنو؟ يومية يخلي شنو؟ لزقة ومتروس من هنا 30 لزقة. طلع المريض يخلي اللزقة وشنو؟ ما يشيل اللزقة القديمة. اوكي يعني فحتى هذه الاشياء زين طلع متروس. بعد اجى انا اريد ماكو مكان يحط بيه اللزقة اجى للصيدلية. اوكي يعني زين هنا نفس الشيء كل هذا didn't ask you know for the feedback. الفيدباك هو اللي يحلها. case study هذا أو من candidiasis كذا نستاتين قال استخدمي one tablet daily كلمة use زين فهذا النستاتين البيشنت يقول له يا أبا هاي شنو جاي تشتكي من شنو شنو الطعم مالت التحاميل هذا مزعج زين ليش؟ لانه فسرت اليوز على التيبيكلي اللي انه يوز ميديكيشن عاده احنا شلون نستخدمها اورالي وبالتالي صار عندنا مس اندرستاندينج للمصطلح. لذلك بالحقيقه احنا مثل ما قلنا وان سكول هذا على مود المشكله انه نستخدم المصطلحات اللي هي البسيطه واسكينج فور ذا الفيدباك. شوف هذا واحد من الكتب
كتب هذا احنا هذا كل اللي ده نحكي يابا هذا الحبايه خذها بالليل هاي الحبايه تسوي لك تغير لون الديسكالريشن اوف ذا يورين الكذا هاي احنا شو نسميها بيشنت شنو سميناها بالكورس الاول بيشنت شنو ايديوكيشن اور بيشنت شنو كانسلينج هذا جزء اساسي جزء اساسي من واجبات الصيدلي patient education يعني مو بس اكتب له الدواء هذا مره بوحده باليوم وفي ماله وكذا وكذا بمهم وانما علمه هوايه اشياء ان شاء الله بالعمل احنا ناخذها. فواحد من الكتب المشهوره المعنيه بالpatient education او بالpatient counseling هذا يسمونه اليو اس بي دي اي ادفايس فور ذا بيشنت ادفايس فور ذا بيشنت يعني شنو patient education بس ايش كاتبين عليه شوف بالعنوان ان لاي لانجويج لاي لانجويج لغه البسيطه يعني بالعنوان advice for the patient in lay language ليش على مودي يعزز الفهم مالته ويبتعد عن المصطلحات شو بالعنوان حاطين انه in lay language هنا perception of individuals شوف هنا هذا احنا البارحة نبهنا عليه بالهذا واليوم هم ان شاء الله نبه عليه بس هنا بطريقة يعني شوية اوضح واعتقد هو هذا ربما بالاخير يعني نهايات المحاضرة نانا perception of the individual. شوف يقول our perception of the message is also influenced by our perception of individual sending the message. يعني the person the perception are further influenced by any bias we have or stereotype. Stereotype يعني قوله يعني بعبارة أخرى أنه إحنا طبعاً الستيريوتايب this is a very bad يعني بنحكي عليه بالcommunication الستيريوتايب هاي من الصفات السيئة أو should be avoided in communication to be effective communicator المفروض تبتعد عن الستيريوتايب الستيريوتايب أنه أنت عندك قالب فتشي جنراليزيشن عن 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 فكره معينه وبالتالي لما يجيك هذا الشخص انت تعتبره ريبريزنتاتيف اوف ذس جروب وتسقط هاي الفكره المسبقه اللي عندك عليه من قبل ما ان تحتك به وتعرفه شنو ما شنو اوكي يعني هذا يعني احكام مسبقه ستيريوتايب قالب عندنا على الناس يعني مثلا يجيك واحد يحكي سلام بل انت شنو الفكره من تشوف هيك واحد هذا عنده مشكله شنو بعقليته اوكي يجيك وهكذا وهكذا وغيره وي دونت سي اس ا يونيك انديفيديوال بات اس ا ريبريزنتاتيف اوف ا بارتيكولار جروب مثل ما قلنا هاي يسمونها الكالتشر ستيريوتايب بالحقيقه بالعراق احنا مليانين ستيريوتايب زين وانا راح احكيها بصراحه هذا مناطقيه هذا من جماعتنا وذاك من جماعتهم هذا من صفحتنا وذاك من صفحتهم هذا ريفا وهذا بدويا هذا اهلي وهذا حكومي وهكذا قومي وغيرها واحنا عندنا هذا حاطين حكم مسبق على الناس هذا من شفته لابس كذا يحكي كذا بهذه الطريقه انت عندك حكم مسبق قبل ما تحتك به وتعرف شنو هو سقطت كل حكمك عليه هذا وتعاملت وياه وبالتالي هذا صار احنا اللي نسميه الستيريوتايب زين مثل ما قلنا هو قد يكون كالتشرال وكذا 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 هذا اللي احنا شفناه يحكي ثقيل هذا مو هيجي شفتوه اكيد كلكم هذا احنا دايجين للصيدلية نقول هذا عنده مشكلة بعقله. انا نطلع بالستين طالب بالخمسين يفهمنا واحد واحد. انا اول ما جينا كل اخذ الدرجات كاملة لما نمتحنها درجات كاملة. عنده مواد حلوة طرق محتشرة يعني الطعام مثلا طويلة بطقة حلة مبهتة. انطبع حضر.
تحت حسنة أتاعد وتاعد وقلت معك أي كتاب تقر معك أتيت لحد طلبة بالنهدر كل محاضرات تانى اعتمد على مستواكرا طبوحة بالنهاية أتمنى أنك كمل دراستنا لكن ما كفرت لأنك ما أهدد ما يقبلون أوكي يعني فهذا احنا اللي قلنا نموذج على اللي اللي يصير عندنا مثل ما قلنا المس اندرستاندينج ويل اوفن تيك روت وين بيبل فروم ديفرنت باك جراوند اللي هي المشكله شنو هي دونت شنو توك تو وان انذر ما محكي ويا وعرفه شنو وبالتالي يحكي ويا بعقليه يعني مثل ما قلنا بناء اللي هي كذلك مالاته نفس الشيء هي بالحقيقه هي مو بس احنا نوبات يعني نقع في خطيئه الاستريوتايب باتجاه المرضى وانما حتى احنا هسه كصيادله احيانا قد تكون شنو ضحيه للاستريوتايب اللي صاير شنو علينا وبالتالي فور اكزامبل بيشنت ماي ريسيف الكذا مثلا هو ان كيرينج بيزي بيبل كونسيرند اونلي وذ فيلينج بريسكريبشن اند تيكينج شنو ماني يعني هاي تنوبات يعني انت هذا من تقول له يا ترى هذا البديل ترى ماكو فرق نفس هذه الشركه كذا نفس هذا ما نفس المفعول راسا شنو هذا يقول لا هذا مجرد بس يريد فولينج ذا بريسكريبشن اند تيكينج ذا ماني فايضا اكو ستيريوتايب بالحقيقه باتجاه الصيدلاني طبعا هذا مو بس من جانب البيشنت وانما حتى بالحقيقه اذر هيلث كير بروفايدر they will not value the information يعني من الفيزيشن من النيرس من الكذا ايضا اكو يعني مس اندرستاندينج اباوت ذا رول اوف ذا كلينيكال فارماسيست هذه نفس الشيء انا يعني بالحقيقه عبرت عنه البارحه بالكذا هاي مشكله الاستريوتايب قلنا كيف يعالج الناس من كان مريضا في نفسه هذا الذي ينظر الى المرضى بمقاييس مختلفه اوكي ديبندينج اون ذا باك جراوند وغيرها هذا هو مريض في نفسه فكيف ان يعالج الناس وقلنا احسن ما يعبر عن هذا الشيء هو بيت الشعر لمظفر النواب قال لقتلتنا الرده ان الواحد منا في الداخل يحمل ضده هاي التناقضات الاستريوتايبيه بالحقيقه ان الواحد منا في الداخل شنو يحمل ضده اوكي يعني هذا كتاب اللي احنا نعتمد عليه اسمه Communication Skills in Pharmacy Practice مثل ما قلنا هي الافكار اللي به موجوده عامه بس احنا دائما نحاول شو نسوي لها شو نسوي لها نعرقنها عراقي بنطيها بصيغه عراقيه اوكي يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله مثل ما قلنا